هكذا نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام، والشوط الحادي عشر ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته، خاص بالفطامين يحمل أسماء كذلك والتحديات جميلة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام، تنافس شيق وتحدي رائع للغاية، وهناك اللي تتصدر المجموعة وتقود هذا المسار وهذا الاندفاع والانطلاق على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، أشوف مسار الشوط وأشوف تحديات الشوط. هذه اللي هي رقم 3 من الشوط التاسع، بنشوفها في هذا المسار وهذا التحدي الجميل والرائع. يا سلام، وهذه ذوق مشاهدينا متابعينا الكرام. تعود ملكية ذوق لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع، تتقدم على المركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني هذه شعلة خليفة بن نواب بن نوح البلوشي على المركز الثاني، والمركز الثالث هذه مهابة لعلي بن طارش بن راشد الكتبي على المركز الثالث. والعودة إلى هذا المسار، تدخلت هناك وضوح لحمد بن نافع الشدي المنصوري على المركز الثاني، ولكن هنا لا زالت اللي في المركز الأول ذوق لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يقدم ذوق، ولكن نشوف الشدي ما شاء الله تبارك الله، هذه وضوح حمد بن نافع الشدي يتقدم بو نافع، يأتي دائما كل ما هو جميل، يأتي بكل ما هو جديد في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق. وضوح حمد بن نافع الشدي، واضحة تحدياتها وشكلها وأداها الجميل. تهانينا والناموس لحمد بن نافع الشدي على فوز وضوح بالمركز الأول في هذا الشوط بأداها الجميل، بينما المركز الثاني من أتت فيه مشاهدي العزاء ذوق لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع، والمركز الثالث رقم 2 المركز الثالث اللي هي العلي بن طارش بن راشد الكتبي. والتوقيت يا علي، توقيت وضوح دقيقتين و12. تهانينا حمد بن نافع الشدي على فوز وضوح.